السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الجميع على هذه القناة المسمات Arabic Study Group of India. So in today's video we will discuss some questions from Arabic June September 2020 which were moderate to difficult. So here our first question is ليس من معلفات ياقوت الحنفي. Okay. فأنت ترى هنا الكتب الأربعة الأول بغية الوعاد فالجواب الصحيح هو بغية الوعاد لأن هذا الكتاب ليس من مؤلفات ياقوت الحنفي. أوكي هذا الكتاب ليس من مؤلفات ياقوت الحنفي. معجم الولدان من مؤلفاته، معجم الأدباء من مؤلفاته، المقتضب من كتاب جمهرة النسب من مؤلفاته. أوكي فالجواب الصحيح هو بغية الوعاد. السؤال التالي لم يكتفي بالشعر فقد طلب الفقه وكان عالما فقيها عارفا بالأحكام والفتية. هو الجواب الصحيح لهذا السؤال هو أبو نواس. أوكي أبو نواس، وإنه كان عالما فقيها عارفا بالأحكام والفتية. أوكي فالجواب الصحيح هو الأول، الاختيار الأول أبو نواس. والتالي إنه رتب في كتابه العلامة على أسماء أصحابها وإن لم يشتهروا بها كما فعل أكثر أصحاب المعاجم التاريخية، وهذا الكتاب هو وفيات الأعيان. لماذا تذهب إلى وفيات الأعيان؟ لأن المزهر هي في اللغة، في اللغة. أوكي في اللغة ليس في التاريخ، معجم ليس موجم تاريخي. أوكي وكشف الزنون هي في أسماء الكتب. أوكي أسماء الكتب ثم مقدمة من خلدون تعلم كثيرا، هذا في التاريخ. ولكن والأوصاف التي قد ذكرت في هذا السؤال هي تنطبق على وفيات الأعيان، فالجواب الصحيح هو وفيات الأعيان. أوكي السؤال التالي عبد الكريم غلاب درس به، فالجواب الصحيح الآن حسب مفتاح الأجوبة ليوجيسي نت لNTA هو القزوين. فالحقيقة أن عبد الكريم غلاب في البداية يعني التعليم الابتدائي أنه حصل في القزوين، وتعليم العالي من البكالوريوس ومن الماجستير أنه درس في القاهرة، لذا كثيرا من الطلاب هم ذهبوا إلى هذا الاختيار. ولكن في نظر NTA وحسب مفتاح الأجوبة لهم فالجواب الصحيح هو القزوين. أوكي عبد الكريم الغلاب درس وحصل التعليم في قزوين، جواب الصحيح القزوين. بالتالي راح الناقد ألبي عربي المعاصر يكتب فصول النقدية من سنة 1912 في مجلة عكاظ. في هذا السؤال أنت لا تعلم، ممكن أن لا تعلم في الاختبار لا تعلم شيئا، ولكن أنا أيضا لا ما علمت شيئا في عن هذا السؤال. ولكن كيف وصلت ووجدت الجواب الصحيح؟ لأن غنيمي الهلال، محمد مندور، وشوقي ديف هم كلهم من مواليد قريبا من هذا العام، من هذه السنة. مثلا غنيمي هلال ممكن انه ولد في 1917، محمد مندور 197، اوكي شوقي ديف 1910 او 195 something like that. اوكي سو ات از نوت بوسيبل، هذا لا يمكن أن يكون غنيمي هلال قد كتب فصول النقدية في 1912 وإنه ولد في 1917، محمد مندور 197، شوقي زيب 1910 or 1905. No it's not possible. So ولذلك قد ذهبت إلى عباس محمود ألقاط، فالجواب الصحيح هو عباس محمود ألقاط. You can use common senses in your exam, not necessary that you know everything. Okay it is love. ليس من الضروري أن تعلم كل شيء، ولكن في الاختبار أن ممكن أن تصل إلى الجواب الصحيح باستخدام ذهنك في ذلك الوقت إن شاء الله. والجواب الصحيح هو عباس محمود. السؤال التالي حد الزوج الخطأ مما يلي: الآباء والبنون. أوكي هنا الآباء والبنون صحيح، الشمسامة صحيح، قصة الخمايل صحيح، الجداول لإيليا بماضي فهذا ليس بصحيح، رشيد رشيديات، أوكي الأيوبيات هي الدنيا لرشيد أيوب. أوكي ولكن الجداول ليس لرشيد أيوب، فالزوج الخطأ هي. أوكي فالجواب الصحيح هو الاختيار الرابع الجداول. السؤال التالي اختر الإجابة الصحيحة مع استخدام الشفرة: الهند في عهد الإسلامي من عمالة عبد الحي الحسني صحيح، تاريخ صحيح، رجال السند خطأ، المسلمون في الهند خطأ، لمن رجال أثر قاضي أثر الموقري، المسلمون في الهند أبو الحسن علي الندوي. أوكي فالجواب الصحيح هذاني. أوكي الاختيار الأول والاختيار الثاني.
شاعر المعاني، وفق بين الشعر والفلسفة. فالجواب الصحيح هو المتنبي، فلسفة. لماذا؟ ولبما أن قد ذكر في هذا السؤال فلسفة، وبعض الطلاب قد ذهبوا إلى أبو العلاء المعري. أوكي، ولكن الجواب الصحيح هو المتنبي. السؤال التالي: ماذا قولم مدرسة الشعر الحر؟ هذا واضح، يعني نحن نذهب إلى نازك الملائكة، هذا البارودي شادي، لأنه مؤسس، وهذا محمد زكي أبو شادي مؤسس، من مؤسسي الرابطة القلمية، لأنه صاحب مع جبران خليل جبران. أوكي، كثيرا من الأسئلة في هذه المرة كانت عن الرابطة القلمية، كانت عن مؤسسيها عن ميخائيل نعيمة، فإنهم كان من أعضاء الرابطة القلمية. أوكي، ليس من مؤلفات حاجي خليفة. هذا السؤال من أصعب الأسئلة، لأن طلاب قد درسوا فقط شيئا من حياة حاجي خليفة، لا كل شيء. هنا ترى سؤال، فالجواب الصحيح هو دمعة الباكي ولوحة الشاكي. أوكي، ليس من مؤلفات حاجي خليفة. تحفة الكبار في أسفل البحار من مؤلفات جهنم، من مؤلفات تحفة الأخيار في الحكمة والأمثال والأشعار من مؤلفاته، ولكن دمعة الباكي ولوحة الشاكي ليس من مؤلفاته، فالجواب الصحيح الاختيار الثاني. السؤال التالي: هنا ترى المحاسن والأزداد للجاحظ. أوكي، ديوان الشعر بديع الزمان الهمداني. أوكي، كتاب العروض ابن جني، والآثار الباقية عن القرون الخانية خالية، هذا للبيروني. أوكي، هذا للبيروني، فالجواب الصحيح هو هذا الاختيار الثالث. السؤال التالي: كتاب كبير عظيم الفائدة يبحث في أصول النوع على مذهب أصول الكلام والفقه، يبحث فلسفي في اللغة وأصولها وأصولها واشتقاقها وأحكامها ومصادرها وما يجوز القياس فيه، فهو. وأنت ترى هنا المزهر في اللغة، أوكي، الأغاني في الموسيقى أو في التاريخ، الكامل في اللغة وفي الأدب، فأي كتاب من هذه الأربعة أو في النوع؟ الخصائص أوكي لابن جني، هذا واضح، واضح جدا. خلي الخصائص لابن جني هو الكتاب في النوع، فالجواب الصحيح هو الخصائص. أوكي، الجواب الصحيح هو الخصائص. السؤال التالي: كتاب الأمالي هو من تأليف أبو علي القلي، ألفه وهو في قرطبة، الجواب الصحيح هو في قرطبة. كتاب الأمالي من ألف أبو القلي وأين ألفه؟ أين هو كان؟ أوكي، في قرطبة. أوكي، فالجواب الصحيح هو قرطبة. حدد الزوج الخطأ من المذكورين أدناه: مرآة الجمال صحيح، الأنوار المحمدية خطأ، الشاه ولي الله محمد دهلوي صحيح، تعليقات الأشباه والنظائر خطأ، لأن هذا الاختيار الرابع هو خطأ، فالجواب الصحيح هو الرابع هذا. أوكي، السؤال التالي: شعره كنثره في الكلف بالبديع والعناية باللفظ، هو الحريري، الجواب الصحيح هو الحريري. أوكي، البطل أوكي في سبيل التاج، كل عام وأنتم بخير، لمن؟ دماء وتين. أوكي، يحيى حقي، البطل يوسف إدريس. أوكي، في سبيل التاج، مصطفى لطفي منفلوطي، كل عام وأنتم بخير، محمود تيمور. أوكي، فالجواب الصحيح هو هذا الاختيار الأول. السؤال التالي: كانت لعبد القاهر الجرجاني مكانة كبيرة في علم العروض، خطأ، ليس في علم العروض، ليس له من شيء في علم العروض، لهذا هذا خطأ وهذا صحيح. وذا عبد القاهر الجرجاني نظريتي علم المعاني والبيان وضعا دقيقة، صحيح. أوكي، السؤال التالي: رشحت كلية الآداب عضوا ببعثتها إلى السوربون وقضى فيها 9 سنوات، أوكي، من هو؟ محمد مندور، الجواب الصحيح محمد مندور. عبد القاهر الجرجاني فقيها شافعيا، صحيح، كان عبد القاهر الجرجاني متكلما أشعريا، صحيح. أوكي، فهذان التصريحان صحيحان. رتب الكتب المذكورة للأحقاد حسب تواريخ إخراجها. أوكي، الكتاب الأول يعني الاختيار الرابع هو الصحيح، ابن الرومي، ثم سعد زغلول، ثم أبو نواس الحسن، ثم موسوعة محمود الأقاد الإسلامية. أوكي، وهذا هو الجواب الصحيح. شكرا، جزاكم الله خير وحسن الجزاء على مشاهدتكم هذا الفيديو. الالتماس منكم الاشتراك بهذه القناة والمشاركة مع أصدقائكم لو أعجبكم هذا الفيديو. شكرا جزاكم الله، مع السلامة.